أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يرعى اتفاقيتين بإنشاء محفظة مالية لدعم المشاريع الصغيرة، والبرنامج المحاسبي الأول لصندوق دعم الشباب. فتح مظاريف 21 مشروعا بوادي وصحراء حضرموت ممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط. الهلال الأحمر الإماراتي وزع مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مديرية يبعث. أهلا بكم. رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية لبناء قدرات أعضاء اللجنة الاستشارية بالمحافظة، وتناقش الدورة التي تستمر 4 أيام من 17 حتى 20 من مارس الجاري، وبمشاركة أعضاء اللجنة ومديري عموم عدد من المرافق الحكومية وغير الحكومية، محاور فنون القيادة الحديثة وإدارة الحياة وإدارة التغيير. وأشاد المحافظ البحسني بنشاط أعضاء اللجنة الاستشارية مشيرا إلى أنها تعد من أفضل اللجان العاملة في الميدان، وأكد المحافظ على أهمية الدورة ومحاورها وضرورة الاستفادة المثلى من مفاهيمها وتطبيقه على الواقع العملي في تطوير العمل الإداري ورفضه بالأنظمة والبرامج والوسائل الحديثة، مشددا على ضرورة التركيز على إدارة الخدمات لتقديم خدمات أمثل وأفضل للمواطنين. وفي سياق منفصل، رعى محافظ محافظة حضرموت بمكتبه بالمكلا توقيع اتفاقية إنشاء محفظة مالية بقيمة 20 مليون ريال يمني مقدمة من الصندوق الدوار لدعم المشاريع الصغيرة لصندوق دعم الشباب. وبموجب الاتفاقية التي وقعها محافظ حضرموت ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الشباب ورئيس اللجنة العليا بالصندوق الدوار محمد سالم الصبان، يمنح صندوق الدوار محفظة مالية بقيمة 20 مليون ريال لدعم المشاريع الصغيرة لصندوق دعم الشباب التي تبدأ من 50 ألف ريال إلى 1 مليون ريال في مديريات ساحل حضرموت، على أن تعطى الأولوية للمجموعات النسائية في مشاريع تعليم الخياطة والتطريز والمعجنات والتجميل ودعم المشاريع الصغيرة للشباب. كما رعى محافظ محافظة حضرموت أيضا توقيع اتفاقية تقديم البرنامج المحاسبي الأول لطالبي مشاريع صندوق دعم الشباب، ويتم بموجب الاتفاقية التي وقعت بين صندوق دعم الشباب وشركة يمن سوفت للأنظمة والاستشارات بحضرموت تقديم البرنامج المحاسبي الأول من الشركة وتركيبه مجانا لجميع الحاصلين على تمويل صندوق دعم الشباب من جميع مديريات المحافظة وتدريبهم على البرنامج، ومنح خصم بقيمة 50% للراغبين في الحصول على البرنامج بالكامل. من جانب آخر، أعلن مدير التسويق شركة يمن سوفت عن إطلاق الشركة لمشروع وطني يعزز الثقافة المالية لشباب المحافظة مجانا برعاية محافظ محافظة حضرموت لتأهيل قدرات ومهارات 6000 شاب من المحاسبين القانونيين والكوادر التدريسية ومعيدي الجامعات والمعاهد العامة والخاصة والإدارية والطلاب في جميع مديريات حضرموت. واهتماما بفئة الأطفال والشباب، التقى محافظ محافظة حضرموت بوفد من حكومة شباب وأطفال اليمن ضم عددا من ممثلي الحكومة في حضرموت ومأرب. وأكد محافظ حضرموت على اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بقضايا الشباب والأطفال ودعمها المستمر لها، مشيرا إلى استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لكل البرامج والأنشطة التي تقوم بها الحكومة وتحقيق أهدافها وخططها بمساعدة الشباب والأطفال في حضرموت. من جانبهم، أوضح أعضاء الوفد بأن حكومة الشباب وأطفال اليمن تعنى بتحسين قدرات الشباب والأطفال وتطوير مهاراتهم المختلفة، واستعرض الوفد جانبا من أنشطتهم التي تم تنفيذها في حضرموت خلال الفترة الماضية،
وقدم وفد حكومة الشباب وأطفال اليمن في نهاية اللقاء درعا تذكاري لمحافظ محافظة حضرموت تقديرا منهم لجهوده في خدمة المحافظة وعرفانا بدعمه واهتمامه بقضايا الشباب والأطفال خلال هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن. وفي سياق آخر، التقى وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلية اليوم بالمكلف عددا من ممثلي حكومة الشباب من محافظتي حضرموت ومأرب. وخلال اللقاء استمع الشيخ بن حبريش بممثلي حكومة الشباب على الأنشطة المنفذة والجهود المبذولة من قبلهم لخدمة قضايا الشباب والمجتمع، مطلعا على تصوراتهم الأولية بشأن إقامة مؤتمر شبابي للسلام والتنمية المتوقع أن تحتضنه مدينة المكلا هذا العام. ورحب وكيل أول حضرموت بممثلي حكومة الشباب من محافظتي حضرموت ومأرب، مؤكدا على أهمية دور الشباب بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم في تحقيق النهوض التنموي، بوصفهم عماد المجتمع وأساس تقدمه وتطوره، لافتا إلى أن المجتمع بحاجة لقدراتهم وطاقاتهم في كل ما يخدم الوطن وإعدادهم الجيد ليكونوا قادة المستقبل. أحالت لجنة المناقصات بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها مظاريف 21 مشروع مولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط إلى اللجنة الفنية لتحليلها. واستعرضت اللجنة العروض المقدمة للمشاريع من قبل حوالي 144 مقاول أو من ينوب عنهم، وتنوعت المشاريع في مجالات التربية والتعليم والصحة العامة والسكان والأشغال العامة والطرق والزراعة وجامع السيئون وقصر السلطان الكثيري ومشاريع المياه الأهلية موزعة على عدد من مديريات الوادي والصحراء. ناقش وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون مع اللجنة الفرعية للاختبارات أسماء المراكز الاختبارية لاختبارات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي للعام الدراسي الجاري. وفي الاجتماع أكد الوكيل عبدون على أهمية تضافر الجهود فيما تبقى من الوقت من العام الدراسي الجاري لاستنهاج المقررات الدراسية والبدء في عملية المراجعة للمواد الدراسية، مشيدا بالجهود التي تبذل من قبل جميع كوادر ومنتسبي الحقل التربوي والتعليمي لإنجاز مهامهم على أكمل وجه. وبعد مناقشات مستفيضة تم إقرار المراكز وعدد القاعات وتكويناتها الإشرافية القيادية لهذه المراكز. وكانت اللجنة قد ناقشت الملاحظات المرفوعة من قبل لجنة الفحص للوثائق الخاصة بطلاب وطالبات الثانوية العامة واتخذت عددا من القرارات بصددها. ترأس المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي اجتماع لإدارة المرور ومكتب النقل ونقابة الباصات وعدد من مالكي الباصات الصغيرة والكبيرة بالمكلا. وتطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالحركة المرورية وآلية سير الباصات الصغيرة والكبيرة للحد من الازدحام المروري خصوصا من قرب الإجازة الصيفية وقدوم شهر رمضان المبارك. وشدد العميد التميمي خلال الاجتماع على ضرورة اتخاذ الخطط اللازمة من قبل إدارة المرور بالتنسيق مع مكتب النقل ونقابة الباصات وملاكها وتنفيذ القوانين الرادعة للمخالفين، وكذا ضرورة التزام سائقي الباصات باللوائح والتعليمات لما من شأنه تخفيف الازدحام المروري وتجنب الحوادث. نفذت مراكز الكلى بوادي وصحراء حضرموت فعالية المؤتمر العلمي للوقاية من أمراض الكلى تزامنا مع اليوم العالمي للفشل الكلوي بمدينة سيئون تحت شعار صحة الكلى لكل شخص في مكان إلى مكان. وتأتي هذه الفعالية بإشراف مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالوادي والصحراء وتمويل من مؤسسة صلة للتنمية، حيث ناقش المؤتمر العلمي أوراق بحثية في إحصائيات مرضى الفشل الكلوي بمراكز الكلى بالوادي والوصف الترشيحي والوظيفي للجهاز البولي ودراسة حول الفشل الكلوي الحاد وكذا أمراض الكلى المتنوعة والدواء، بالإضافة إلى الحالات الطارئة في الفشل الكلوي والصبغات الوريدية وأيضا البروتين والدم في البول وإصابات الكلى الحادة والتسمم والفحوصات المخبرية في مرض الكلى.
وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دفعات جديدة من المساعدات الغذائية لعدد من الأسر المحتاجة والمتضررة في مديرية يبعثة، حيث تضمنت المساعدات 1300 سلة غذائية استفاد منها 6500 فرد من الأسر المحتاجة والمتضررة من أهالي وادي يبعث ووادي حول ومناطق الغمصة بمديرية يبعث، تواصلا للدعم الإنساني لتطبيع الحياة للأسر التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة. من جانبهم ثمن المسؤولون من مديرية يبعث دور الهلال الأحمر الإماراتي الذي يبذل جهودا كبيرة للوصول إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق بحضرموت، كما أعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة بهذه اللفتة الإنسانية التي خففت من معاناة أسرهم وظروفهم الصعبة التي يعيشونها. أقامت رابطة حضرموت للسكري وبرعاية من منظمة حضرموت الصحية ومكتب وزارة الصحة والسكان بساحل حضرموت اللقاء الطبي لمناقشة مشكلة السكري في حضرموت، ويهدف اللقاء إلى تسليط الضوء حول مشكلة مرض السكري ومناقشة التدخلات الممكنة لمواجهة الزيادة في انتشاره وتفعيل دور الوقاية والبدء في تكوين مكون طبي يساهم في مواجهة مشكلة مرض السكري، وتنفيذ أنشطة وفعاليات تخدم مريض السكري في نواحي التوعية والخدمة الطبية والتدريب والبحث العلمي. بدوره نبه أستاذ أمراض القلب بزيادة معدلات انتشار السكري في اليمن وحضرموت والمخاطر التي يتسبب بها هذا المرض لا سيما حدوث الأزمات القلبية. وخلال اللقاء الطبي قدمت مجموعة من الأوراق العلمية مستعرضة مشكلة السكري عالميا ومحليا الأستاذ الصحة العامة الأستاذ الدكتور أبو بكر با عامر. إلى ذلك تخلل اللقاء نقاشات واستعراض المقترحات والحوار مع الأطباء والاختصاصيين الحاضرون، وطرح آرائهم والأفكار الممكن تنفيذها وإضافتها ضمن أعمال الرابطة. دشن مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة الكابتن حسن مسجدي ورئيس اتحاد الشطرنج بالساحل عوض بن جميل بنادي التضامن المرحلة الثانية من تصفيات البطولة الفرقية الشطرنجية لأندية ساحل حضرموت، والتي تأهل إليها نادي المكلا ووحدة المكلا والتضامن، والتقى في الجولة الأولى التضامن مع المكلا وخرج متعادلين بنقطتين لكل منهما، حيث يمثل كل فريق 4 لاعبين وتحسب للاعب الفائز نقطة وللتعادل نصف نقطة، وسيتقابل في الجولة اللاحقة وحدة المكلا والتضامن، وستجمع الجولة الختامية مساء الاثنين بين المكلا ووحدة المكلا، وأفضل نتيجة يحققها ناديان ستؤهلهما لتمثيل ساحل حضرموت ومقابلة فريقين من الوادي. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت يرعى اتفاقيتين بإنشاء محفظة مالية لدعم المشاريع الصغيرة والبرنامج المحاسبي الأول لصندوق دعم الشباب. فتح مضاريف 21 مشروعا بوادي وصحراء حضرموت ممولة من حصة حضرموت من مبيعات النفط. الهلال الأحمر الإماراتي وزع مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة والمتضررة في مديرية يبعث. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.